أمير جريدة الأنباء الأستاذ يوسف خالد يوسف المرزوق. عزيز يحيى حمزة والأستاذ الكبير، نبارك لك التكريم المستحق هذا لك، ونتمنى لك تكريم أكثر من جميع جهات الصحافة في العالم العربي كله، وإحنا في الأنباء لازمنا نذكرك ولا زالت بصماتك موجودة وتعلمنا منك الكثير. كنت أتمنى أني أحضر الملتقى هذا أو التكريم المستحق لك في بلدنا العزيز مصر، ولكن أبت الظروف أني أحضره، واليوم نبارك لك هذا التكريم إلى تكريمات أكبر وأكبر إن شاء الله. وأشكر الأخوة القائمين على ملتقى الشربيني على هذه اللفتة الكريمة، ونأمل أن جميع الصحفيين المبدعين اللي مثلك أستاذ يحيى يقوموا بتكريمهم في جميع أنحاء الوطن العربي. إلى أن نلقاك قريبا، مبروك مبروك مبروك. شكرا. كلمة المستشار مستشار رئيس تحرير الأنباء الكويتية في المقدمة الأستاذ حسام تتر. مساء الخير جميعا. طبعا يسعدني ويشرفني أن أجيب الكويت خصيصا أمس لحضور أستاذي ومعلمي الأستاذ يحيى حمزة، وأنا بحمل صفتين، صفتي الشخصية كتلميذ الأستاذ يحيى حمزة، تعلمت كثيرا كثيرا على يديه في الأنباء، فتجربته الثرية جدا اللي كانت في جريدتنا الأنباء. والصفة الثانية هي ممثل للسيد يوسف خالد المرزوق رئيس التحرير، اللي أبت الظروف إن هو يقتل نفسه ويشارك كما قال في كلمته، وهو حملني أمانة تقديم أعلى تكريم من الأنباء الشعار الذهبي للجريدة الأستاذ يحيى حمزة. هيسمح لي أشكر جدا حضوركم الكريم، شكرا.